بس خلينا نروح بقى للكابتن محمد فاروق، حضرتك مشرف قطاع الكوميدي اللي هو القتال بقى والنزال الاشتباك الاشتباك تمام. كلمنا عنه، بيبتدي اللاعب معاك قد ايه، بيبتدي من سن قد ايه، وبيتدرج لغايه ما بيوصل فين؟ احنا عندنا المسابقات بتاعه الكوميدي في الاتحاد بتبدا تقريبا من 9 سنين. 9 سنين يعني بيبتدي يلعب بطولات، سواء بطولات القاهره ممتاز او الجمهوريه يعني. طب هل بس هو قبل كده بيبقى بيتعلم في النادي؟ اه طبعا. من 4 سنين الدكتور بيقول لي بتكلم عن منافسات. منافسات تمام. قبل المنافسات طبعا هو في مدرسه بيتمرن الكاتا زي ما حضرتك لسه دكتور محمد حسن قال. بيتمرن كاتا ويتمرن كمان كوموتيه. ممتاز. في ولاد ما بيحبوش الاشتباك، لا عايز يكمل في الكاتا خلاص، ده بيكمل خلاص بياخد الطريق بتاع الكاتا. الناس بتوع الكوميتيه طبعا برضو بيتم اعدادهم من يمكن من الحزام الابيض او الاصفر بالكتير، خلاص بيبتدي نتعامل معاه لان هو دوت هيبقى لاعب كوميتيه. تمام. من 9 سنين بيبتدي المنافسات او من 9 سنين المنافسات الرسميه. المنافسات ايه يعني؟ هل مثلا زي البطوله يعني بيبقى في مثلا دوري، هل في بطوله جمهوريه؟ برضو نوضح للساده المشاهدين. طبعا عندنا بطوله القاهره اللي هو بيتم على اساسها تصفيه اللاعبين اللي هم بيروحوا بطوله الجمهوريه. هي يعني عندنا منطقه وجمهوريه. بالظبط. تمام. طب مين ابرز الفرق اللي بتصفي معانا مثلا في المنطقه في القاهره؟ عندنا منافسين طبعا لا كتير جدا في القاهره، عدد منافسين كتير جدا يعني. عندنا نادي الزهور ونادي الشمس لا في انديه كتيره جدا، في مراكز الشباب تمام، نادي اسمه مسابقه الوطن السنه دي. مسابقه الوطن طبعا ده نادي تبع حزب مسابقه الوطن. عامل شغل كويس جدا، عمل نشاط حقيقه رائع جدا، وضامين لعيبه كتير جدا جدا من مختلف الانديه. ده اضافه قويه اكيد، كمنافسه قويه جدا. بص حضرتك، كل ما يكون منافسه قويه يعني كل ما يكون طبعا يعني. السنه دي احنا عدنا السنه دي نحسب بالورقه والقلم. كمان كتير كنا بنحسب، كنا الفرق بيني وبين اللي بعديه الضعف في النقاط، ضعف النقط وضعف الميداليات يعني. احنا ما جابوش نصنا، لكن السنه دي احنا قعدنا نحسب بقى نخش الايفنت ده بمين. بالظبط. يعني نحسب لو النادي بنكسب كام نقطه يا جماعه عشان نجيب مركز اول ترتيب عام، لان يعني هم النادي مسابقه وطن جمع مجموعه كبيره جدا من اللاعبين. مقرهم فين يا كابتن؟ هو النادي في حزب المستقبل. يعني بس يعني قصدك بيتمرنوا فين؟ في التجمع بيتهيألي. حقيقة ما عنديش فكرة بالظبط بيتمرنوا فين. يعني بس بس بيشاركوا في منطقة و عندهم حضرتك منضمين سادي حوالي 200 لاعب. ما شاء الله عدد كبير. في جميع المراحل السنية، وطبعا 200 لاعب محترف يعني كويسين. ما شاء الله. ونقوا جابوا كل الأبطال في معظم الأندية. ما شاء الله. ده إضافة كويسة. ده منافسة قوية قوية جدا، وكان السادي البطولة ليها طعم جامد جدا. ولحضرتك لغايه اخر لحظه انت مش عارف مين ياخد اول. هايل هايل. طب يعني برضو اجي كابتن محمد، يمكن برضو احنا وقفنا عن 9 سنين تمام، بيبتدي اول لغايه كام بقى؟ يعني امتى بقول ان ده يلعب رجال او تلعب سيدات؟ لغايه سن كام؟ لغايه 18 سنه. يعني بنلعب 9 11 13 ولا بنلعب زوجي؟ لا كل 8 و9 دول لوحدهم. تمام تمام. وكنا الاول شغالين تحت 12 سنه لوحده، وتحت 14 سنه، لا دلوقتي خلاص بقى 10 سنين 11 سنه 12 سنه 13 سنه. بيتم تقسيم الموازين لكل مرحله سنيه. ممتاز. طيب لعبه الكوماتيه بالوزن صح ولا بالوزن طبعا؟ عندك الاوزان ايه يا كابتن؟ عندنا 5 اوزان في كل مرحله سنيه. ايه هم؟ لا في كل مرحله سنيه. أيوة. يعني الاوزان الاوزان مثلا تحت كذا تحت كذا، يعني مثلا تحت 8 مثلا 38 كيلو 38 كيلو 42 كيلو بالظبط 46 كيلو. والاوزان دي ستاندرد مع الاولمبيه يعني؟ سيبك من الكبار، الاولمبيه الكبار بتبقى ستاندرد اولمبي او ستاندرد عالمي. الناشئين مفيش اولمبيات؟ مفيش. بالظبط. اللي بيحط الستاندرد الاتحاد المصري؟ الاتحاد المصري. لا الاتحاد المصري. المصري تمام. وبتبتدي يصنفوا بقى في الـ في الـ في الناشئين او تمام. في او في او في الشباب، يبتدي لان عندنا اولمبيات للشباب. تمام صحيح. فبيبتدي صحيح. بقى خلاص بيبتدي يظبط هو اللاعبين او التيم المنتخب مصر، يبتدي يعمل مسابقاته على انه الوزن ده هو اللي هيطلع ينافس فيه. ممتاز. خلاص بيبتدي اللاعب يظبط ميزانه. طب احنا دلوقتي عندنا عندك في القطاع كام لاعب كده في الكوميتيه؟ الكوميتيه على مستوى الثلاث فروع. الثلاث فروع لا عددنا كبير جدا احنا ما شاء الله. طب اللي بيمثل النادي من ثلاث فروع كام لاعب؟ خلاص مش هنقول العدد. حوالي 600 لاعب. 600 لاعب دول اللي بيمثلوا النادي اللي بينافس اللي بينافس يعني احنا ممكن نضرب الرقم ده في 3 مثلا لو بنتكلم او 4. لو حضرتك كان 3 فروع ممكن تعمل حوالي 3000 لاعب. انا بس عايز اوضح للساده المشاهدين، احنا بنتكلم 600 لاعب في الكوميتيه بس، احنا ما جبناش ناحيه القطر، فبنوصل ل 1800 لاعب في الثلاث فروع النادي الاهلي بيرعاهم. انتوا متخيلين الخدمه اللي بيعملها النادي الاهلي على ايد الرجال دي وعلى ايد الكفاءات دي؟ يعني النادي الاهلي الحقيقه بيقدم يعني خدمه كبيره للمنتخبات، وهكلمكم بالتفصيل كمان، احنا جبنا العدد بس هنتكلم في الفنيات اكتر بالتفصيل. طب يعني خلينا نقول يا كابتن انه خلاص احنا عندنا مجموعه اعمار سنيه، حضرتك بتختار منهم
مجموعه بتلعب المنافسات. طب مش الرجال بقى كم اختيار حضرتك؟ احنا عندنا في النادي الاهلي بنعمل بطوله تصفيه جوه النادي الاهلي، تصفيه بطوله جوه النادي الاهلي الاختيار. اللي هو بناء عليه هيتم الثمانيه الاوائل هم اللي هيمثلوا النادي الاهلي في بطوله القاهره الاول، يعني كانه منتخب وانت بتصفي عشان تاخد اللعيبه. العدد الموجود اكبر من العدد المسموح للشركه. عشان نصفي جوه النادي الاهلي عشان ما حدش يقول لا ده المدرب اختار فلان. نجيب حكام يا فندم، نجيب حكام من الاتحاد المصري القطري بعيد عننا خالص، الحكام دي بيقعدوا ونعمل بطوله رسميه جوه النادي الاهلي. تمام حضرتك معايا، ونختار منها الاوائل اللي هم بيمثلوا النادي الاهلي في البطوله. ايه الجمال ده يا كابتن؟ انتوا عاملين سيستم حتى في الاختيار عادل. طبعا. لا سيستم عادل. ما احنا ما بندخلش حضرتك، ما حدش دخل خالص، حتى الدكتور مولانا عاصم رئيس الجهاز نفسه ما بتدخلش في اختيار مين يلعب ومين ما يلعبش. مين هيمثل الاهلي؟ لا مفيش الكلام ده، بناء على الملعب. الحكام فير يعني جايين محايدين من الاتحاد المصري بالزبط. بيعملوا بنعمل دوري جوانا ونصفي، دول اللي هيمثلوا النادي الاهلي الدوري. هو ساعتك يعني دوت مواد اللي هو رئيس الجهاز ومؤسس اللعبه في النادي الاهلي من سياسته ان احنا يعني منع التدخل البشري على قد ما تقدر. يعني منع التدخل البشري يعني نمنعه خالص في اي حاجه، في اي اختيار، يعني حتى في اختيار الجهاز نفسه. السيستم ده لازم يطلع ابطال عالم. اختار الجهاز نفسه من مدربين او كده. مفيش تدخل بشري. مفيش تدخل بشري، انت المدرب دوت يعني عايز اقول لحضرتك ان في اخر الموسم المدرب بيبقى عارف هو عمل ايه؟ جاب كام بوينت؟ حقق كام ميداليه؟ يستحق يقعد ولا لا؟ الله ينور عليك. ترتيبه حتى في وسط زمايله ايه؟ يعني ده ترتيبه حتى في وسط زمايله. بدون اي تدخل من اي حد من الجهاز. انا والله عايز اقول لك يا كابتن انت بتقول لي حاجه يعني انا اتمنى تتطبق في كل العالم. يعني مفيش حاجه طبعا بيبقى صعب يعني انا عايز اقول ان كلها هون ليها ظروفها. يعني مفيش حاجه اسمها ايه انا مثلا ما بحبش المدرب الفلاني فانا المدرب الفلاني ده ما يقعدش او لا لا ارقام خالص ارقام وحسابات ونتائج. طب احنا اتكلمنا عن الكوميتي وقلنا عندنا ما شاء الله 600 لاعب بيمثلوا النادي، نخش للكاتا. احنا عندنا تالي الكاتا بتبقى لعبه اسهل شويه، مش اسهل، مش قصدي اسهل، بس بتستميل اغلبيه اللاعبين هم يلعبوا عشان اصعب كتير. اصعب كتير بالعكس. الكوميتي لعبه شيقه للاولاد اكتر. ايوه عشان فيها منافسه وضرب وكلام من ده ونزال. لكن الكاتا اللي تحتاج تركيز قوي جدا من اللاعب، بتحتاج قوه مميزه بسرعه، بتحتاج بعض الصفات الموجوده في اللاعب. بتبقى اختيار اللاعب انك تصنع لاعب بطل في الكاتا ده موضوع بياخد بالرغم ان هي لعبه استعراضيه لا بس بياخد حضرتك وراجل متخصص وفني بتقول لي اصعب من الكوميتي.